أخبار اليوم. هم أكدوا لنا، والتأكيد هنا مش لازم يتكرر كل شوية. احنا في تفاوض بيننا وبين بعض عشان نحقق المصلحة المشتركة بيننا، لكن انا بجد ان اهلنا المصريين يعني قلقانين من الموضوع ده قوي. انا معاكم في القلق ده، لكن عايز اقول لكم اطمئنوا، الامور ماشيه بشكل جيد وبشكل مطمئن، وانا ما ضيعتكمش قبل كده عشان اضيعكم تاني. ما ضيعتكمش قبل كده عشان حد يعني، خلي بالكم ما ضيعناكمش قبل كده ومش هنضيعكم يعني. فكل الخير ان شاء الله.